بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، تكملة للمحاضرة الأولى، الآن الجزء الثاني. تعلمنا في المحاضرة الأولى إيش، أو فهمنا إيش برنامج الأفتر إفكت وكيف نتعامل معاه مع ملفات الإليستريتور، وتعلمنا كمان يا جماعة كيف نعمل الروتيشن والبوزيشن والسكيل لأي شكل. وفي نهاية المحاضرة تعلمنا كيف نضيف أيقونات أو ملف اليستريتور نضيفه على الأفتر إفكت. الآن بدنا نعمل حركة لملف اليستريتور اللي فعلا ضفناه، ونشوف كيف هذه الحركة بتكون ونعملها تنعيم في المحاضرات. تمام، إن شاء الله خلال المحاضرات الوجهية بنوضح هذه الشغلات بشكل مفصل. زي ما حكينا ممكن نغير الاسم هنا، نسميه مثلا هنا، نسميه واحد مثلا، أو خلينا نقول مثلا دائرة حمراء، عندنا هنا دائرة زرقاء مثلا، انتر، دائرة زرقاء، وهنا عندنا دائرة خضراء، دائرة خضراء. طيب تمام. الآن الحركة اللي عملناها البوزيشن وسكيل روتيشن في الأشكال اللي من البرنامج نعملها على الأيقونات اللي جبناها أو استوردناها من برنامج الإليستريتور. أول شغلة بدنا نعمل حركة، ممكن طبعا في شغلة مهمة كتير، إنه أنا أقدر أرتب الليارات، الأحمر هان أسحبها لفوق فيش أي مشكلة، صارت الدائرة الأولى، الزرقاء الثانية، الخضراء التالتة، ممكن أبدل بينهم ما فيش أي مشكلة، ونخفي من هان زي ما حكينا فيش أي إشكالية. طيب أحيانا زي ما أنتم شايفين مش واضحة الصور كتير، ليش؟ لأنه أنا عامل على الكوارتر، لكن لو عملت على الفل هنلاقيها إيش، واضحة بالشكل هذا، شايفين يا جماعة؟ تمام، فأنا خلينا على الكوارتر الآن مبدئيا، يبقى كيف بوضحها؟ منها من الفل والكوارتر. طبعا أنا بعمل على الكوارتر على أساس الجهاز يضله عندي سريع، تمام، وما يغلبنيش. طيب الآن نعمل البوزيشن يا جماعة للثلاثة هذول مع بعض، بعلمهم كلهم، تعلموا عندي هنا كلهم، بضغط حرف البي، شايفين كيف؟ مين تفعل عندي؟ تفعل عندي البوزيشن، هاي على ضغط ضغطة واحدة على الساعة الكلوك، ثلاث نقاط صار عندي، بمعنى إنه أنا بدي أحركهم كلهم. لو أجيت على ثانيتين هان وسحبت هذول هيك بالشكل هذا، شفتوا كيف؟ بضغط على مين؟ على شيفت عشان يضلوا بشكل إيش؟ مستقيم، تمام؟ وببدأ من أول وبنشوف الحركة، هاي الحركة طبعا عشان ما يظلوا المؤشر ماشي للآخر، التايم رولر مسطرة الوقت، بضغط حرف الأن وبوقف بالشكل هذا. تمام، طبعا ممكن أنا أقرب النقاط وهي معلمة هيك، أخليه أسرع عند واحد تاني مثلا، ها تمام، يعني ممكن أقربها لعند واحد تاني زيك بالشكل هذا، وأضغط حرف الأن هان. أوكي يا جماعة، ممتاز. طيب ممكن انا اخلي الاحمر اول اشي يظهر يتحرك، بعدين مين، بعدين الازرق، بعدين الاخضر، ما بديش اعمل زي كيك باك، كأني بعمل اخفاء لهم. لو انا سحبت مسكت المسطرة اللي هان سحبت هذه هيك اخفاء عملت، لا انا بدي اشتغل على النقاط يا جماعة، من عند النقطة هاد للنقطة هاد يتحرك مين؟ الاحمر. طيب النقطة هاد رجعها لورا شوي، من عندها هان ورجع حد لورا هيك يتحرك مين؟ أحمر هيك يتحرك، تمام، بعدين مين؟ الأزرق يمشي، تمام. طيب ومن عند النقطة هاد خلينا كمان برضو هذول النقطتين نسحبهم لورا، صار بالشكل هيك تتالي، بمعنى من عند النقطة الأولى هذول تعت مين يا جماعة؟ الشكل مين؟ اللي باللون الأحمر هان، تمام، الدائرة الحمراء تحركت، بعدين عند هذا مين اجى؟ الازرق، وبعدين مين؟ الاخضر. طبعا ممكن عند هنا ايش نقرب ونقول له الاخضر يتحرك هيك بصير عندي، ونضغط حرف الان هان طبعا، ونشوف كيف الحركه، شفتوا كيف سلسه صارت، تمام. يبقى كيف انا عملت الفروقات في الحركه هاد؟ سحبت الكي فريمز عملتهم تتالي، اول اشي يا جماعه نقطتين لمين؟ للدائره الحمراء، وبعدين سحبت هذول لورا اللي هو الدائره الزرقاء، وبعدين الدائره الخضراء، فصاروا عندي بالشكل هذا، تمام؟ ممتاز. ممكن كمان اعملهم سكيل يا جماعه،
تمام، ممكن اعملهم سكيل عند النقطة هاد عشان اشغل السكيل معهم كلهم، بعلمهم كلهم زي هيك، بقول له شيفت اس، هاي السكيل اتفعلت منهم كلهم. هاي بقول له هان ثلاث نقاط للسكيل. طيب الاولى هذه خليها انا فيش اي مشكله، وعندي هان عندي هنا بنكبر السكيل شوي، بنكبر الدائره الحمراء. طبعا ليش كلهم كبروا مع بعض؟ لانه معلمين. بضغط برا راح التعليم، بمسك دائره دائره، بقول له الدائره الحمراء بس هان. طيب الآن السكيل، النقطة الأولى بجيبها هنا والنقطة الثانية بجيبها وين؟ هنا يا جماعة السكيل، وبقول له كبر مين؟ الدائرة الثانية مثلا بالشكل هذا، والدائرة الثالثة نفس الإشي، بدي السكيل هان يعني مع البوزيشن تمشي تمام. وعند الدائرة هذه إيش يا جماعة؟ أقول له سكيل مثلا، فصار عندي سكيل وبوزيشن إلها تمام. شوفوا كيف مع بعض بيكبروا وبتحركوا تمام. ممكن اقيم السكيل انا مجرد ما اضغط على كلوك كي راح، واضغط على كلوك كي راح، واضغط على كلوك راح، خلاص ضل عندي مين؟ البوزيشن بس تمام يا جماعة. فهمنا كيف النقطة هاد؟ واخفيهم او اضمهم لجوا ما فيش اي مشكلة تمام. وممكن اعلمهم كمان مرة واقول له بي، بيطلع للكل البي تمام، فيش اي مشكلة. احنا بنشتغل الان على الحركة، على البوزيشن والسكيل والروتيشن تمام للاشكال. بالشكل هذا ممكن اجيبهم من اسفل زي بوب اب، يعني ايش؟ دوائر قفزت من اسفل لاعلى، ما في اي مشكلة. يعني ممكن كمان اقيم هاد وهاد كلهم قمتم، فيش اي مشكلة، راحت الحركة الحين لهم. وراح اقولهم من هنا هيك تمام، ومن هاد هيك تيجي، وهادي هان احطهم يعني بمستوى واحد، فيش اي مشكلة تمام يا جماعة. يعني كمان ممكن ايش اعلمهم، انا قمت البوزيشن ونجيبه من اسفل الان، فيش اي مشكلة تمام. في خصائص عندنا ويندو وفي الالاين، هاي الالاين شايفينها، يعني ممكن اظهرها واقول له من خلالها ايش يا جماعة، خليهم المستوى واحد، خليهم زي هيك الى اخره. هذا طبعا في الالستريتور كانت معكم الالاين تمام، المحاداة عشان يكونوا ايش بمستوى واحد تمام. طيب الان ممكن اعملهم بوزيشن، نيجي للدائرة الحمراء والزرقاء والخضراء، فيش اي مشكلة، ونقول له بوزيشن هاي بي طبعا، واقول له ايش يا جماعة بعد البي، واقول له طلعهم برا لبرا شوي هان هيك مع شيفت. وعند واحد تانية اقول له ايش؟ اسحبهم لجوا هيك بالشكل هذا، اي شيفت تمام. وهي عملنا لهم بوزيشن، طبعا بضغط حرف الان اساس ايش يا جماعه؟ اساس يقف التايم رولر، مسطره ايش الوقت. طيب ممتاز. الان ممكن زي ما حكينا هاي الدائره الحمراء تظهر هان عند النقطتين هذول، ارجعهم لورا شوي هيك، تظهر من الدائرة الزرقاء، والنقطتين هدول أرجعهم لورا شوي بتظهر مين؟ الدائرة مين؟ الخضراء. وأشوف كيف الوضع عندي بده يصير. شفتوا كيف ترتيب أفضل بصير. طيب الآن يا جماعة في حاجة مهمة كتير بدنا نفهمها، يعني كنت بدي أخرها لقدام بس خلينا نفهمها. طيب زي ما حكينا عملنا البوزيشن، ممكن كمان أعمل السكيل روتيشن، بس عشانهم دوائر ما في أي مشكلة كمان عندها، بدنا نعمل روتيشن. خلينا نضغط على هاد وهاد، هيتعلموا التلاتة وشيفت آر عشان تطلع مين عند الروتيشن تمام. ونقول له من عند النقطة هاد هاي الروتيشن ضغطنا هاي للكل تمام، وعند النقطة هاد خلي هادي مع حادي مفيش أي مشكلة. عند النقطة الأولى طبعا بطلع برا عساس ألغي تعليم اللي قبل كله، وظني بس في الدائرة الحمراء مثلا، هاي روتيشن
وعندي النقطة هذه الروتيشن بجيبها هان، وعندي النقطة هذه ايش بعمل؟ روتيشن مثلا، وعندي النقطة هذه ايش بقول له؟ عند هذه هيك، وعند هذه يعمل لي ايش يا جماعة؟ روتيشن. تمام؟ مثلا فبصير عندي الشكل بالشكل هذا. تمام؟ تمام؟ ممكن اعمل له فول عشان يشوفوا ايش واضح. تمام يا جماعة؟ فأنا عملت حركتين مع بعض، روتيشن وبوزيشن. وسكيل نفس الإشي، هذه أنت بدك تجربها تعملها ما في أي مشكلة. تمام؟ طيب يا جماعة، يبقى احنا شفنا الحركة سلسة. طيب بس احنا ممكن نعمل حركة أفضل من هيك تكون، يعني خلينا على البوزيشن، بدي أخفي الروتيشن. ها بديش روتيشن، بديش روتيشن. تمام؟ يعني ممكن الحركة اللي انتو شايفينها هذا عملها افضل من هيك. بدنا نخش لموضوع الايزي ايز او التنعيم للحركة على اساس تكون واقعية اكثر، لاستيك اكثر، مقنعة اكثر. تمام؟ نقدر نستخدمها في سوق العمل ضمن ملفات الالستريتور. طبعا انا هنفذها على الملف اللي انتو شايفينه، كنت هعملها على ملف تاني أكبر من هيك، بس ممكن إحنا نشوف حسب الوقت كيف الأمور تصير معنا. طيب في حاجة في البرنامج يا جماعة اسمها جراف إديتور، جراف إديتور. تمام؟ لو بدي أنا مثلا الدائرة الحمراء نشوفها كيف. الآن أنتوا لما تشوفوا سيارة فعليا ماشية بتكونش بسرعة واحدة، بمعنى ثابت، مرات تكون سريعة بعدين أبطأ، أو بطيئة بعدين أسرع، وهكذا. هنا في تحكم في السرعة، بنسميه، بنستخدم حاجة اسمها الجراف إديتور. طبعا هذا مستخدم في كل حاجة، في الـ 2D والـ 3D، من ضمن قواعد الأنيميشن أو القواعد الخاصة بالتحريك. طيب تمام، نشوف كيف هذا الكلام. أول شغلة يا جماعة، النقطتين هاي اللي عندنا تمام وفعلناهم، بعمل حاجة اسمها F9. تمام؟ نضغط على F9 من الكيبورد، أو نعمل كليك باليمين، بنقول له كي فريم أسيستنت. شفتوا بتيجي عندنا إيش؟ إيزي إيز F9. يبقى كيف بعمل؟ بعلم النقطتين، تعليم النقاط، انتبهوا كمان مرة، تعليم النقاط، كليك باليمين بالكيبورد عليهم، كي فريم أسيستنت، وقول له إيزي إيز. قلت له ايزي ايز، صار تنعيم للحركة ولكن بشكل ايش؟ بسيط للدائرة الحمراء. بعمل عشان اعمل حركة افضل من هيك وواقعية اكتر. تمام يا جماعة؟ بروح على وين بعد ما عملت الشكل هذا اللي اجى عندي زي الاناء المقلوب. تمام؟ بروح على وين؟ شايفين الجراف اديتور اللي هان؟ بضغط عليه. الجراف اديتور بيمثل لي الحركة هذه فعليا كيف. ضغطت عليه ضغطة وباجي، شايفين العين مش هي، باجي اللي جنبها الشكل اللي هنا، شايفينه كيف؟ بضغط عليه وبقول له edit speed graph. شايفين edit speed graph؟ edit speed graph اللي هو الحركة كيف في حتكون يا جماعة، او شكل الحركة في بالنسبة للشكل. طيب تمام، نعيدها كمان مرة. بأول شغلة بعلم نقطتين، بقول له كليك باليسار و ايزي ايز F9. وبعد هيك طبعا هذه النقطة حتكون عندكم صعبة شوية، أو ممكن تتغلبوا فيها، تقلقوش إن شاء الله. في المحاضرات الوجهية في الكلية الأسبوع القادم إن شاء الله بوضحها بشكل أكبر، لكن أنا بدنا نبدأ من البداية نفهم كل إشي في البرنامج. تمام يا جماعة؟ وهذه المحاضرة الأساسية، بمعنى إذا فهمتها الباقي كله سهل، كله بعتمد على المحاضرة الأولى، سهل يعني خلاص كل الأساسيات أو الباقي الشغل بعتمد على المحاضرة الأولى وأساسيات. طيب تمام، بعدين بروح على الجراف إديتور، مش العين اللي جنبها يا جماعة، بقول له إديت سبيد جراف. يعني إيش إديت سبيد جراف؟ التحكم بسرعة الجراف. تمام؟ وتنعيم الحركة. تمام؟ طبعا خلينا احنا ناخذ النقطتين هذول وبنقول له هيك، هي ظهر عندي اللي أنا علمته، بحط صح أنا بس أنا. تمام؟ طيب الآن إيش معناته هذا الكلام؟ طلع لو مشينا هان،
أول ما مشت بطيئة بطيئة بطيئة، بعدين سريعة، يعني بدت بسرعة بطيئة، بعدين وصلت أقصى سرعة، بعدين نزل إيش؟ سريع، بعدين بطيء. تمام؟ طبعا أنا ممكن في الجراف فض إيش أعمل؟ أعلمه زي هيك، وأجي على النقاط الصفر أسحب زي هيك بالشكل هذا. إيش معناها؟ ابدأ سريع بعدين بطيء. سريع كأنه سيارة، شوفوا كيف الحركة، شفتوا كيف الحركة؟ هان الدائرة هذه، شوفوا كيف النعومة صارت فيها، تختلف عن هذول الاثنين. طيب ممكن أنا إيش أعمل كمان؟ أروح النقطة نفسها أبعدها لورا شوي عشان لعند تانيتين أخليها، شوفوا كيف صارت، ها شوفوا سلاستها الحركة يا جماعة، لعند تانيتين مثلا، ممكن أخليها لهيك لعند تانيتين. تمام، شوفوا كيف صارت عندي، ابدأ بطيء بعدين سريع بعدين بطيء في الحركة، ممكن أنا أتحكم فيها زي ما بدي كمان، فيش أي مشكلة، أعلي أوطي زي، فشوفوا الحركة كيف صارت سلسة أكتر. هذا الكلام بدنا نعمله لمين؟ للتنين. بروح بقول له هاد هيك، كليك باليمين، إيزي إيز، هاي F9، بعدين بروح على الجراف فان، هيو عندي شكله، بعدين بقول له قرب هدول لهيك النقاط الصفر، فيبدأ سريع بعدين بطيء، شوفوا كيف الدائرة الزرقاء. طيب عساس تبين عندي اكتر بحاول امد الزمن كمان شوي هيك. تمام، شفتوا كيف يا جماعة؟ ممكن امده لهيك كمان شوي، شفتوا كيف؟ ممتاز. نيجي كمان لمين؟ للتالت. هان نفس الاشي، بقول له نقطتين هذول كليك باليمين، ايزي ايز، بيجي عندي الشكل هذا، بعدين بروح بقول له على الجراف اديتور، هاي الجراف تاعها، طبعا بكون انا وين؟ معلمه من هان زي ما حكينا، وبسحبه هيك بالشكل هذا، وبقول له زي هيك، وبعدين بالشكل هذا، وبعدين ممكن ايش؟ ابعد هذا لورا شوي هيك، يصير عندي الحركة بالشكل هذا، طبعا بضغط هنا وحرف الان زي ما قلنا عشان ناخذ ايش؟ المسار. شوفوا كيف الحركة صارت عندي يا جماعة سلسة، أكيد سلسة وتمام. هيك فكرة الموشن جرافيك. تمام يا جماعة، أعتقد الأمور إيش سهل كتير. طيب ممتاز، يبقى أنا بمسك كل أيقونة بعملها إيش يا جماعة؟ بعملها ايزي ايز للحركة عن طريق مين؟ عن طريق الجراف اديتور الخاص فيها. تمام؟ ممتاز. طيب يا جماعة الآن بدنا ناخذ الملف الثالث، يعني أنا بشتغل بروجيكتس معكم. تمام؟ اعتقد الامور سهلة كتير، وكل اي اشي غامض طبعا عندكم بعد مراجعة المحاضرات ان شاء الله حنشرحه في اللقاءات الوجاهية، ونعيده اكتر من مرة، ما في اي مشكلة. نفس الاشي، يبقى بدينا الان بدوائر واشكال من البرنامج، ثم ايقونات ملف الليستريتور كملف عمل، تفضل حرك لي اياه، حركناه بالشكل هذا وفهمنا الجراف اديتور، الان ناخذ كمان ملف جديد نشتغل عليه وفهمنا كيف الروتيشن والبوزيشن والسكيل. تمام يا جماعه؟ طيب نيجي ناخذ الان فايل نيو بروجكت، او امبورت عفوا فايل، ناخذ الملف الثاني الاوفيس ونقول له، طبعا زي ما حكينا فوتج غلط، ما بينفع نقول له فوتج نهائيا منها، بنقول له ايش يا جماعه؟ كومبوزيشن ريتيل لايرز، وحكينا هذا الكلام ليش؟ اساس لو اخذته فوتج بصير صوره واحده. تمام، امبورت، وبضغط ضغطين عندي بيفتح عندي بالشكل هذا. قلنا نغير خلفيته لانه صار هو كومبوزيشن لحاله، انا بستورده من الليستريتور بصير عندي كومبوزيشن، نغير الخلفيه كومبوزيشن سيتنجز، خليه لون ثاني مثلا وليكن الاحمر، او بلاش الاحمر مش كتير، خلينا نقول الازرق. اوكي ممتاز، ملف كبير طبعا، حناخد احنا اليوم جزء منه في الحركة مش كله،
وحنكمله إن شاء الله خلال المحاضرات الوجاهية والمحاضرات اللي جاية، تمام؟ كامل حنعمله كملف، تمام؟ طبعا هو مفكك، ليش ما زال ظهر عندي هيك؟ انا مفككه في الالستريتور ومجهزه، وان شاء الله حنوريكم لقدام في المحاضرات الجايه كيف عمليه التفكيك. ممتاز. طيب لو لاحظنا انه انا ممكن، طبعا انا بدي استخدم بس في الراس والجسم كيف احركه. طيب ناخذ شغله جديده يا جماعه الان، انا ممكن اخفي الان هذه، عندي فيش اي مشكله مش هستخدمها الان. طبعا ممكن اخفيها بطريقتين، اما بالعين من هان هيك اعملها اخفاء، او اسحبها لجوا فيش اي مشكله، وهذه نعملها اخفاء، والشاشه ممكن نعملها اخفاء، والمكتب كله انا ممكن نعمل له اخفاء، او نخليه فيش اي مشكله، هذه بس نعملها اخفاء. المكتب ممكن نجيبه لهنا شوي هيك، تمام. القاعدة تحت الطاولة ممكن نعملها إخفاء، خلينا على قد الطاولة وعلى قد مين الشخصية، 15. طيب الآن يا جماعة أنا بدي أعمل حركتين، حركة للطاولة وحركة للشخصية. الطاولة بعملها روتيشن مع سكيل، والشخصية بعملها بوزيشن، تمام؟ ان شاء الله في المحاضرات الوجهيه كله حنعيده انا، واي مناقشات احنا بنكون جاهزين والامور تمام ان شاء الله تعالى. خلينا كوارتر على اساس الجهاز ما يصيرش بطء فيه. طيب اول شغله بدي اوريكم حاجه سريعه وحناخدها لقدام، انه انا لو بدي اعمل تحريك للشخصيه بمسكها هيك وبحركها، لكن الراس منفصل عنها، صح؟ خلينا هنا نسميها ايش؟ الجسم. طبعا انا ليش يا جماعه زي ما حكينا اخفيت هذولا؟ لانه بديش استخدمهم حاليا، من هنا بخفيهم زي ما حكينا، زي برنامج مين؟ الفوتوشوب، ما بدي استخدمهم حاليا. هنا خلينا نقول الجسم، وعندنا مين هنا؟ الراس، تمام. الراس الان لما بدي اجي احرك الجسم يا جماعه، الرأس بحسه مفصول، صح؟ مبين مفصول. كيف بدي اسحب لما احرك الجسم هيك الرأس يروح معاه؟ بمسك الرأس هيك بالشكل هذا. في عندنا خاصية خلينا نتعلمها بالمرة، ولقدام ان شاء الله بنعطيكم فيها كمان يعني شغل اكثر وبنوضحها بشكل اكثر. في خاصية البيرنت واللينك، وكأنه بقول للرأس مين ابوه او مين الوالد اله، تمام؟ شايفين نان فيش اله والد، فاضي انا. مين ابوه فعليا؟ الجسم. فانا ايش بروح بعمل؟ بمسك، كان شايفين اللي عاملينها زي الشكل الحلزوني هان، تمام؟ او من هنا بضغط هيك وبقول لي مين ابوه، فدول هو الجسم. يبقى في طريقتين، بقول له الراس البيرنت الخاص في مين؟ الجسم، تمام؟ فبضغط هاد هيك وبقول له وين؟ على الجسم. فصار مين؟ البيرنت لمين؟ للراس والجسم. اجي اسحب الان الجسم حلاقيه يتحرك معاي مع الرأس. اجي اسحب الجسم. طيب في غلط عندنا هنا، هذه الجسم، هذا شو يا جماعة؟ هذا عفوا الطاولة، سميناها بالخطأ، نعيدها مش مشكلة. الطاولة، الطاولة، ونمسك كان نتأكد الجسم وينه. هذا هو الجسم، لا يرى عشرة، الجسم. ممتاز. نيجي الرأس بنقول له البيرنت تبعه مين؟ الجسم. نمسك الجسم الآن بيتحرك معانا عادي. برضو كمان في العين هنا، هيا العين شايفينها اللي هي لاير اتنين، بنقول له لاير اتنين هنا البيرنت تبعها مين؟ ممكن الآن لاير اتنين ما اقولوش الجسم، اقول له مين؟ الرأس، مظبوط؟ الرأس خلاص. فبقول له العين ابوها الراس والراس ابوه الجسم، لكن لما بسحب الجسم بسحبهم كلهم مع بعض، واضح يا جماعه؟ طيب تمام، مش اي مشكله. الان يا جماعه الخير بدنا نخفي او نعمل، نمسك الطاوله هان، هاي الطاوله عندي، ونيجي نعملها روتيشن ونعملها سكيل.
بس لما اجي اعملها روتيشن مسكنا الطاولة ها ونيجي نعملها ار، شوفوا كيف صعب الامور. ليش؟ لانه الانكر بوينت في المنتصف، فلازم اسحبه على مين؟ على حفة الطاولة هان على الاطراف. فكيف بدي اعمل هذا الكلام؟ ها جماعة كيف بدي اعمله؟ قلنا احنا لو كانت برا كنا هان برا خارج الطاولة كنا نضغط كنترول الت هوم، لكن بما انه هي في المنتصف في اداة في البرنامج شايفينها يا فوق اللي عند الكاميرا اسمها بان بيهايند، بضغط عليها على اساس احرك الانكور بوينت وبقول له الانكور بوينت تيجي على وين؟ على الطرف هان. فلو عملت روتيشن من هان صارت تتحرك معي، شفتوا كيف؟ تقلقوش من اي حاجة، كله ان شاء الله في المحاضرات الوجهية حنوضحه بالزيادة كمان يعني ان شاء الله تعالى. هذه يعني لسه اساسيات، واللي بفهمها بيكون اموره تمام في البرنامج. يقبل انكور بوينت عن طريق البان بيهايند هاد، بتحكم فيها وبحركها وين؟ على الطرف، فيش اي مشكلة، ممتاز. الا لو عملت روتيشن نفس الاشي. طيب بدي اعمل للطاولة روتيشن وسكيل، بضغط شيفت اس عشان يظهر مين عندي السكيل معها. اول شغلة يا جماعة بالنسبة للطاولة بدي اعملها روتيشن وسكيل، تمام؟ اول شغلة بدنا نعملها روتيشن بالشكل هاد، هاي الروتيشن علمت انا هيك، وسكيل بدنا نصغرها بالشكل هاد، مثلا نخليها ايش، خليها زيرو مثلا، تمام؟ ونيجي عند النقطة هذه اثنين او واحد نقول له ايش يا جماعة روتيشن. طبعا قبل الروتيشن نكبرها، نعود كمان مرة سكيل هي بالشكل هاد ونقول له ايش روتيشن. طبعا ممكن نقول له كمان مرة السكيل نكبرها زي هيك والروتيشن لتحت شوي مثلا، نخليها زي هيك مناسبة. فعملنا حركتين مع بعض اللي بتصير بالشكل هذا يا جماعة، واضغط حرف الان هان، تمام؟ ممكن نسرحها اكتر وممكن نسرحها اكتر. يبقى عملت للطاولة حركتين انا يا جماعة، الحركة الاولى سكيل مع روتيشن، سكيل تكبير وتصغير وروتيشن دوران، تمام؟ اول شغلة علمت نقطتين الساعة زي ما قلنا في المحاضرة الاولى الجزء الاول، وخلالها ايش عملت؟ تصغير وروتيشن. وعند النقطة هذه الثانية عملت ايش؟ تكبير بالسكيل وروتيشن، استقرت الطاولة فيش اي مشكلة هيك، تمام؟ طيب ممكن الان كمان نعملها ايزي ايزي يا جماعة زي ما حكينا، صح؟ نعلم النقطتين هدول هيك، كليك باليسار ايزي ايز F9 ونضغط هان، نقول له هاي المسار عنا واعمل لي زي هيك، وهنا نفس الاشي ايزي ايز هاي F9 وباجي هان بقول له ليش هيك؟ لانه روتيشن بالعكس، فهي هذا اجي بالعكس، بضغط على النقطة الصفراء فيش اي مشكلة، بحاول ابعد النقطتين هذول عن بعض هيك، بنشوف كيف الحركة، شوفوا الحركة كيف جميلة، شوفوا كيف؟ فيها نعومة، سلاسة مع ايش؟ نعومة. بنرجع نقول تقلقوش لانه الامور هذه كلها ان شاء الله حنعيدها ونكررها في المحاضرات الوجهية، تمام؟ طيب نيجي الان للشخصية يا جماعة، بعد الطاولة ما تستقر زي هيك او قبل حتى وهي في الطريق للاستقرار، بنكون ماسكين احنا الشخصية، طبعا هان هاي الشخصية كاملة، نعملها بوزيشن بس هاي نقطة، طبعا الشخصية ببداها من الاول من هان، هاي بوزيشن بسحبها برا المشهد هيك، بضغط على شيفت مثلا، وعند النقطة هاد بدي الشخصية ايش تيجي هان هيك، بمعنى هيك يصير عندي الوضع، خلينا نضغط على حرف ان نشوف كيف الوضع عندنا. طبعا ممكن اسرح هدول اكتر وخلص شخصية أسرع هيك. طبعا الشخصية الآن بدنا نعملها إيش؟ تنعيم يا جماعة، صح؟ بنعلم النقطتين هدول وإيزي إيز زي ما تعلمنا، أو F9
وبضغط على المنحنى هان او الجراف اديتور، بقول له على النقطة الصفراء. اذا انا مش قادر اتمكن من النقطة الصفراء من هان، ايش بعمل؟ بحاول اروح احاول اوسع الزمن زي هيك شوية من هنا. كيف بضغط؟ بحاول اوسع ابعد فريمات احول، تمام؟ لما احول الفريمات بظهر عندي الكيرف بالشكل هذا، وبسحبه لجوا وبنشوف كيف بصير معنا. طبعا وبسحب زياد لهيك لبرا شوي. شفتوا كيف الحركة يا جماعة؟ أعتقد سلسة كتير، مظبوط ولا لا؟ تمام، يعني ممكن كمان هذا ايش ارجعها لورا شوي هيك، ونشوف هيك على قديش صار عندنا على واحد ثاني تقريبا. وممكن اقربها لهيك، فيش اي مشكلة عندنا. ممكن اخليها زي هيك اساس تبين نعومة ايش الحركة. نعمله فول الان ونشوف كيف الامور. تمام يا جماعة، تمام. يبقى ايش عملنا احنا؟ عملنا للطاولة روتيشن مع سكيل، نقطة أولى ونقطة ثانية زي ما فهمناها في الجزء الأول من المحاضرة. وعملنا تنعيم، أخذنا نقطتين وعملنا ايزي ايز لهم عن طريق الاف 9 أو كليك باليسار وايزي ايز. وبعدين كان عندنا الجسم مع الرأس مع العين منفصلين، ربطنا الرأس بالجسم عن طريق قلنا البيرنت، وربطنا العين بالرأس، فبالتالي العين أبوها الرأس والرأس مين؟ الجسم. هذه يا جماعة الشغلات، المحاضرة الأولى، الجزء الأول، الجزء الثاني، إذا فهمتها أو فهمتيها بتكون الأمور تمام بالنسبة للمساق. يعني هذه الأساسيات تحت البرنامج، إذا فهمناها الباقي كله تحريك وتركات بالشكل هذا يا جماعة فقط لا غير، تمام؟ فأرجو منكم مراجعة المحاضرة الجزئين الأول والثاني بشكل كويس، تمام؟ وحيكون عندنا اللقاء الوجاهي إن شاء الله لأي استفسارات، وحنراجع فيه المحاضرة ونشرح بشكل أكثر وما تقلقوش. طيب بالنسبة لأن أنا بدي أصدر الشغل فيديو، الآن مش مرحلة الفيديو، في المحاضرة في اللقاءات الوجاهية بنشرحه إن شاء الله. لكن كيف بدي أحفظ شغلي؟ عادة أنت حتروح تحفظ شغلك زي فايل سيف أز، سيف أز، مظبوط الحكي هذا؟ إذا أنت بدك تحفظه على جهازك فقط، تمام؟ بمعنى على جهازك يكون كل الشغل وما بدك تعطيه لحدا. لكن حيصير عندك مشكلة إنه أنا لما تحفظك فايل وسيف أز ماشي فيش أي مشكلة، تجي تعطيه لصديق أو بدك تنقله تسلمه إلي حيصير مشكلة تفقد الملفات. فأفضل دائما طريقة تحفظ شغلك فايل ديبندنسز، فايل ديبندنسز كوليكت فايلز. إيش بيعمل هذا يا جماعة؟ بروح بحفظ شغلك على سطح المكتب. أنا العمل المشروع، المشروع بحفظه باكج واحدة، يعني اول اوكي كوليكت هنا على سطح المكتب قلنا، اوكي سيف. كيف حفظه؟ هيو شوفوا كيف يا جماعة، بروح يحفظه باكج واحدة حزمة، بمعنى كل الملفات صوت وصورة المستخدمة في المشروع حط لي اياها ضمن مجلد واحد، على اساس بعدك اقدر افتحه على اي جهاز. هذه بدها تكون طريقة التخزين الصحيحة معنا. فلو رحت على الفوتج هنلاقي ايش فيها؟ كل الملفات اللي انا استخدمتها، هي شايفينها؟ هاي الملف هذا والملف هذا الحالي، تمام؟ فبالتالي لو سكرت انا هيك وهيك وجيت هاي المشروع، حصير هذا المشروع تمسكه زي هيك وتعمل له ضغط او تنسخه عادي على اي فلاش وتوديه لاي واحد تسلمني اياه عن طريق الموديل، بالتالي ملفاتك بتكونش مفقوده. ولكن لو استخدمته بطريقه غلط، بمعنى خزنت على سطح المكتب ونقلت الملفات من مكان لمكان، بصير عندك زي شاشه التلفزيون، وهذه مشكله انه انت فاقد الملفات. فهذه الطريقه الصحيحه لايش؟ للحفظ، تمام يا جماعه؟
هذا لحفظ الملفات مش فيديو، لكن لما بدنا نيجي نحفظ فيديو هعلمكم اياه ان شاء الله تعالى المحاضرة الجاي في اللقاءات الوجهية. يبقى على اساس احفظ شغلي بشكل صحيح، مش فيديو ملفات، انا قلت فيديو لسه ما هل عليه. فايل ديبندنسز كولكت فايلز، هذا في حالتك سلمني اياه على اساس ايش الجهاز بيعمل، باخذ كل الشغل اللي انت استخدمته هان. ايوه في الجزء الاول والجزء الثاني وش بيعمل فيهم؟ بحطهم ضمن مجلد واحد، تقدر تنقلوا علي جهاز بعد هيك وتتعامل معه. واضح يا جماعه؟ وقصه نصدروا فيديو هذا ان شاء الله في اللقاءات الوجهيه حنعطيكم اياه. طيب الملخص، تعلمنا برنامج الافتر افكت والاليستريتور، كيف انه انا كافتر افكت ايش البرنامج وايش بستفيد منه في اني اعمل الموشن جرافيك، دعايه للشركات من ناحيه خدمات من ناحيه منتجات، تمام، بشكل بسيط، رسومات بحولها لحركه بشكل مبسط على اساس اعمل ترويج او اعمل تسويق للشركه ومنتجاتها وخدماتها، تمام. وغالبا لا تزيد لا تزيد مدة الموشن جرافيك عن دقيقة يا جماعة، أو نص دقيقة أو دقيقتين بالماكسيمم، تمام. ولها سعر مناسب في سوق العمل، يعني الدقيقة تكلف أحيانا 200 دولار حسب جودة عملك، فأنت كل ما كان جودة العمل ممتازة كل ما كان سعرك أفضل، تمام. تعلمنا الشغلات الأساسية في البرنامج اللي كيف نعمل روتيشن وبوزيشن وسكيل، عملنا أول شيء أشكال أولية من البرنامج، بعدين جبنا أيقونات من الإليستريتور وتعلمنا عليها كيف، بعدين جبنا كمان أكثر من ملف وتعلمنا عليه وفككناهم، ربطنا كيف لو كان عندي مفكك الملف نربطه مع بعض عن طريق البيرنت، تعاملنا مع اهم شغل الجراف اديتور وكيفيه تنعيم الحركه، وحيكون ان شاء الله لنا شغل كبير فيه في المحاضرات الوجهيه والقادمه ان شاء الله تعالى. بتراجعوا المحاضرتين، المحاضره الاولى الجزء الاول والثاني بشكل كويس، وان شاء الله تعالى في اللقاءات الوجهيه حيكون تفصيل لكل هذا، وان شاء الله تعالى الامور بتكون كويسه كثير. يعطيكم العافيه، وأتمنى المراجعة والمتابعة على المود الأول بأول، وكل التوفيق.